كبير جدا، وجالي في السعوديه كتير، جالي الهلال السعودي، جالي الشباب السعودي، وانا ما رضيتش ساعتها في الوقت ده، انا كنت عايز العب في الاهلي يعني. قميص بقى حرس حدود طبعا مع احترامي الكامل طبعا، طبعا حرس حدود ونادي الاتحاد السكندري طبعا. ايه الفرق يعني، ايه الفرق وانت لابس قميص النادي الاهلي واي نادي تاني؟ بصي الاهلي قاعده كبيره وجماهيريه وكيان كبير جدا طبعا، نادي الاتحاد لا يختلف عليه اتنين، اللي هو كيان كبير قديم يعني، برضو عدى الميت عنده المئويه عداها كبير. حرس الحدود انا بصراحه انبسطت فيه جدا، ليه؟ للناس دي يعني مؤسسه منظمين منظمين مؤسسه حياديه، مفيش خروج عن النص، كان يعني بتحس ان انت عندك قيمه كبيره برضو، واخده وضعك، فده مح يعني الحمد لله يعني. طبعا بس طبعا انت الجماهيريه، انت بتتكلم عن جماهيريه، الاهلي ده جماهيريه وتاريخ كبير، وانا لعبت في حاجه حلم، حلم انك تلعبي في الاهلي او الزمالك زمان. انت النهارده الرياضه النهارده في الاحتراف بقى خلاص، اهو اديك شايفه في انديه صاعده وبقت كبيره، الناس بقت تروح عشان الماده خلاص. ما خلاص. مين بقى في النادي الاهلي دلوقتي بيفكر كابتن هشام حنفي بنفسه؟ او مش لازم دلوقتي يعني، بعد ما كابتن هشام ساب الاهلي، طول الفتره دي كلها اكيد اكيد في لعيبه شفتها حسيت شفت نفسك فيها اكيد. طبعا اكيد يعني في الاهلي يعني شفت السيد عبد الحفيظ، سيد يعني جيلي ولعب معايا كتير، بس انا لما سيد طلع انا كنت قابله بثلاث سنين، فسيد كان بالنسبه لي لعيب جامد، هو اصلا هو في الناشئين كان لعيب جامد جدا يعني، كان في الفرقه اللي اصغر مني بسنه بثلاث سنين، سيد كان بيتصعد معانا في فرقتنا، اللي هو لعيب كويس، كان لعيب جامد جدا يعني. فسيد انا يعني حتى انا كنت بلعب هاف رايت جنب كابتن ابراهيم حسن، لما سيد طلع وخد الفرصه لعبت انا ناحيه الشمال عشان سيد يبقى موجود في الملعب، كان ليه دور مؤثر جدا مع النادي الاهلي في بطولاته. بعد ما سبت النادي الاهلي شفت ده في بركات، بعديها شفت في كريم ندفت، في ناصر ماهر شويه يعني، الناس ديت فهم دول اللي موجودين. احمد عبد القادر يعني، رغم ان انا يعني انا دلوقتي بشوف سوليه اكتر، ان هو سوليه بيعرف يشوط، بيسدد من كذا اتجاه، بيدخل جوه ال 18، اقرب لستايلك اكتر. يعني اقرب لستايل، انا كنت بسدد من كل حته بيميني وبشمالي، بس هقول لك السوليه عشان النواحي الهجوميه اكتر، ان انا كنت بهاجم وبدافع كويس. ممكن دلوقتي عشان صح نسيته حمدي فتحي، انا بعشق حمدي فتحي بصراحه، لعيب مميز جدا جدا جدا، ادوار دفاعيه بيعملها على اعلى مستوى، ادواره الهجوميه كمان ليه دور مهم جدا مع النادي الاهلي بصراحه.